السلام عليكم، ازيكم؟ طبعا انت لو جيت تبص على نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون النهاردة في الدوري الانجليزي هتلاقي النتيجة تعادل سلبي 0-0. اول حاجة هتيجي في دماغك ان الماتش دوت كان ماتش دفاعي بحت، صح كده؟ احب اقولك انت غلطان. النهاردة رغم التعادل السلبي ورغم ان فريق ليفربول وفريق ايفرتون مفيش حد منهم سجل اهداف، الا انه كان ماتش هجومي شرس من الطراز العالي. النهاردة اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وبيكفورد حارس مرمى ايفرتون كل واحد منهم جاب نقطة لفريقه. يعني عندك بيكفورد حارس مرمى ايفرتون شايل من ليفربول اكتر من 7 اهداف محققين على المرمى. الجنب التاني اليسون بيكر شايل من ايفرتون اكتر من حوالي 4 ولا 5 اهداف محققين. فالنهاردة رجل الماتش هو حارسين المرمى سواء اليسون بيكر او حتى بيكفورد. وفي نفس الوقت هتلاقي عندك 4 كور في العارضة، كورة من ايفرتون و3 كور من فريق ليفربول، كورة من داروين نونيز وكورة من لويس دياز وكورة من محمد صلاح في القائم في الدقيقة 95 اللي لو كانت جت وتسجلت هدف كان هيكون سيناريو مثير ملوش اي حل، سيناريو ولا اروع. ولكن خلينا نكون صراحة مع بعضينا، نادي ايفرتون يستحق النقطة على الروح القتالية في ارضية الملعب. النهاردة ايفرتون لو المستوى بتاع ايفرتون مش شبه مستوى ليفربول ولو مستوى مدرب ايفرتون مش نفس مستوى مدرب ليفربول، ولكن الروح القتالية في ارضية الملعب اجواء الديربي بتغطي على كل دوت، بتخلي منافسة 50-50. لا ده بالعكس، ده في اغلب المباراة كمان تحس ان ايفرتون كان اقرب للتسجيل، وفعلا ايفرتون سجلوا هدف واتلغى بداية التسلل، ولكن على مستوى الشوط الاول الكلام ده تلاقيه. اما بقى على مستوى الشوط الثاني فحقيقه سيطره تامه لفريق ليفربول، استحواذ تام لفريق ليفربول، فريق ليفربول ماسك الماتش فوق وتحت، زانق فريق ايفرتون في نص ملعبه مشكل عليه الضغط العالي بالاضافه الى التدعيمات واللعيبه التبديلات اللي نزلت. فبتلاقي عندك ليفربول على مستوى الشوط الثاني كان ماسك الماتش كله، وكل ما على فريق ايفرتون هو الدفاع واللعب على الهجمات المرتده بشكل منظم وبجمل تكتيكيه واضحه بين اللعيبه. النهارده انا مش عارف اقيم اداء يورجن كلوب في الماتش، مش عارف هو دار الماتش بشكل حلو ولا بشكل سيء، لان النهارده على مستوى التشكيله اللي هو نزل بيها انا اتفاجئت. يعني هو احنا متعودين من يورجن كلوب اللي هو بينزل هارفي كارفاليو في الشوط الثاني، ادي الولد صاب اهو وخرجته، ومتعودين منه برده اللي هو بيبدا بفيرمينو وبينزل داروين نونيز في الشوط الثاني، هو بقى عكس، بدأ بداروين نونيز ونزل فيرمينو في الشوط الثاني، وفي نفس الوقت بادئ بتسيميكاس ومريح روبرتسون، واحنا برضو متعودين ان هو بيبدأ بروبرتسون وبيريحه الشوط الثاني. وفي نفس الوقت جينا في الشوط الثاني انا مش عارف كلوب عمل في التبديلات، نزل ميلنر ونزل ماتب ونزل جوتا ونزل فيرمينو ولعب بعد ما كان بيلعب جيمس ميلنر باك يمين بدل ارنولد، رجع جيمس ميلنر نص ملعب ولاعب جو جوميز باك يمين. النهارده انت عندك 3 لعيبه لعبوا باك يمين، ارنولد وجيمس ميلنر وفي اخر الماتش جو جوميز، ولاعب ماتب في قلب الدفاع جنب فان دايك بدل جو جوميز. اللي عمله يورجن كلوب دوت كده شغل عشوائي ملوش اي 30 لازمه. انت كنت بدات عادي بالتشكيله المنطقيه المتوقعه اللي انت بتلعب بيها كل ماتش، وفي الشوط الثاني بقى يا عم داعم براحتك ونزل لعيبتك براحتك، ريح بقى روبرتسون، ريح ارنولد، عايز تريح هارفي اليوت، عايز تريح داروين نونيز، انما انت النهارده لا لا لا، يورجن كلوب دار الماتش بشكل وحش جدا، وما زالت الثغرات والمساحات في خط نص فريق ليفربول. النهارده لو تبصوا على الماتش بتلاقي عندك تحس ان الماتش النص ملعب ليفربول فاضي، مفيش لعيبه، حتى الخطوط مش قريبه من بعض، اللعيبه مش قريبه من بعض، اي لاعب بيمسك الكوره، يعني مثلا ارنولد كان بيمسك الكوره في الشوط الاول على الناحيه اليمين، بتلاقي عندك ارنولد واقف لوحده ومفيش دعم، مفيش لعيبه، اللعيبه مش قريبه من بعض، فطبيعي ان ارنولد يا يرجع بالكوره يرجع لخط الدفاع، يا مثلا يحاول يخترق خط دفاع ايفرتون المنظم جدا دفاعيا ويعمل عرضيه، وكده كده الكوره دفاع ايفرتون بيقطعها منه. ملعب ايفرتون ده من 2017 فريق ليفربول لم يفوز على الملعب دوت غير مره واحده بس اللي كانت الموسم الماضي، وده يدل على صعوبه الملعب وصعوبه اجواء الملعب. النهارده الجماهير مشتعله في المدرجات، كل كوره ليفربول يعمل فاول على لعيبه ايفرتون تلاقي الجماهير بتهيج، بتزود الضغط على الحكم، بتزود اشتعال المباراه. زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، حتى لو فريق ايفرتون اقل فنيا من فريق ليفربول، ولكن اجواء الجماهير واجواء الملعب واجواء الديربي بتغطي على كل دوت، وزي ما قلت لك بتخلي المنافسه 50-50، ويظل العقم الهجومي والعقم التهديفي عند فريق ليفربول. اه انت جبت 3 كور في العارضه، ولكن برضه انت ماسك كوره
استحواذ سلبي بدون اي خطوره، مشكل هجمات، بتبني لعب، بتبني هجمات، ولكن برضو اللاعب الفينش غايب عن المباراه. المفروض اللي احنا متعودين عليه ان محمد صلاح هو اللي بيكون اللاعب الفينش، هو اللي بياخد الكره بيفنش قدام الجون. النهارده محمد صلاح، مش النهارده بس، من اول الموسم باين على صلاح ان هو جماعه زي ما قلت لكم مستواه وحش جدا قدام المرمى. صلاح كل ما يمسك الكوره بايده ان هو يشوت، وممكن يشوت، وجرب حظك يا عم، كله بيشوت وكله بيجرب حظه، ولكن صلاح برضو مصر ان هو يلعب لزمايله ويدي اسيستات. لعب كره حلوه لفيرمينو، ولكن فيرمينو شاط الكره كانت ضعيفه شويه وكانت سهله على الحارس مرمى ايفرتون. وكل ما الوقت يعدي كل ما فريق ايفرتون يطمع فيك اكتر. انت النهارده خلاص بعد التعادل دوت انت بتسلم الدوري لمانشستر سيتي على طبق من ذهب. انت كمشجع ليفربول وانا كمشجع ليفربول بقول لك ما تستناش حاجه من ليفربول الموسم ده في الدوري، استنى منهم في الابطال. ليفربول هيلعب مع نابولي اول ماتش في الابطال، مستواه هيبان بقى هنا. لو كسبت نابولي في ايطاليا هتكمل بشكل جميل جدا في دوري الابطال. لو خسرت من نابولي، وخد بالك من الكلام ده كويس، لو خسرت من نابولي في دوري الابطال هتطمع فرق المجموعه فيك، هتلاقي بقى اياكس بيلعبك هيطمع فيك، رينجرز هيلعبك هيطمع فيك. النهارده انت ما استغلتش الفوز بتاع نيوكاسل والفوز بتاع بورنموس، ما بنتش عليهم. انا كنت معتقد وكنت متخيل ان الفوز 9-0 على فريق بورنموس ده هيكون نقطه انطلاق فريق ليفربول، ولكن المستوى رجع قل قدام نيوكاسل وكسبت بالعافيه بدعاء الجماهير وبدعاء الوالدين زي ما بيقولوا. والنهارده قدام ايفرتون المستوى بينزل اكتر وبتتعادل تعادل بطعم الهزيمه، وهو ده عنوان حلقتنا النهارده. انت النهارده بتخيب جماهير ليفربول فيك. لا يا جماعه، النهارده على قد ما ليفربول عمل ماتش كبير جدا وانا ذات نفسي مبسوط من الماتش ومستمتع بالماتش، ماتش هجومي على اعلى مستوى، ماتش شراسه هجوميه من الجنبين، ولكن برضو مش دي النتيجه اللي احنا كنا مستنيينها. لا، تعادل بطعم الهزيمه مخيب للامال لجماهير ليفربول. في النهايه يا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب وفق صلاح ووفق اللعيبه العرب. كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقات جايه جديده.